بدي اقول لك شغله واحده بس. سامعه مو ظابط يا عمو، مو ظابط. تعرفي شو كان يعمل؟ كان يقعد على التخت ويخليني افتح حواليه. قال شو؟ قال هيك الشرع بيقول. كان يخليني افتح حواليه 7 مرات اذا بده شيء. بس يا مو، يا مو مشان الله خلص، ما بدي احكي اكثر من هيك، ما بدي احكي. يا مو روحي هدي مع ابي، انا بساوي العشاء. لي علي، مالك شايفتي قديش متضايق وما بده يحكي معي؟ لا يا عمو، شحو قاعد مروق، ساوت له نفس أرجيلة وقاعد ومبسوط. روح الحاكي. قلتك؟ اي والله يا عمو، كرمال خاطري. طيب يا ابي، رح ساوي لك بيضتين مع بصلة. بن عمي، كأنه هديان خاطر هالكم يوم. الله يهدينا جميعا. اجانا صار جمود، متعالين هن بالقصر مشان صار جمود. ما شاء الله عنا صرنا صاير نطلع من طابوسه نفوت طابوسه، ما بنخلي على حالنا، كل طابوسه هلا قدها. الحمد لله، بس هلا يعني طمني بالك كأنه هو وخاطر ركب رايحين على بعض هالكم يوم. ايه الحمد لله. وانت ابو عصام؟ انا ما لي راي الا شيء يا سعاد، الله يرضى عليكي. مالي لعيان النكشه، بتعرفي النكشه؟ لساته قلبك تقلهن علي؟ لانه مالك رجال. في رجال شيء انت عندك؟ لو في رجال ما طلعتي هالطلعه. على الجوامع وغير الجوامع، وعم تحكي مع رجال. لا وفوق عم تورطي ولادك. أنا ما اعتزنا أصوات لك من غير شي، عقله جوزتين بخرج، بس بده حجة ليقتل ويضرب. والتاني بهالقصة هي بالذات تبع سامعه، بتعرفيه نار وبارود. بدك تعملي جريمة أنت؟ يعني أنا كنت بدي ربي لهذا سامعه. بدك تربيه؟ هدي سعاد، هدي. شوفي سعاد، اللي صار خلص صار، راح. ومنيح اللي صار ستي، مو مشكلة. يعني بالمقلي عرفنا كم شغلة هلا. يعني شوري كان بمحله. محله ستي، محله. وكل عمرك انت شورك بمحله، وادرك انتك محبوسين. بس هالمرة لك يا سعاد، والله قطمتي. قلتي قولي لي لا. معك حق. تفضل يا ابي، روق لي دماتك بكاسة هالعصير لبين ما احضر لك العشاء. اسلموا ايديك يا ابي. ان شاء الله صحة. شو قال انت عم تقري كثير هالايام؟ ايه والله يا ابي، الست خالدية اعطتني كتاب للمنفلوطي. لمين؟ المنفلوطي يا ابي. ايوه. شو اخبار الجمعية يا ابي؟ عم انزل كل يوم وشوف كل شيء، وعملت لها الوكالة للست جولي. ري عليكي، خلي المحكمة يا ابي تبت بالقصة بقى وتنهيها ونخلص. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يسود.